طيب نشوف ال تي اتش اي، ال تي اتش اي بتقدري ذا لما تجي، تمام، لما يكون عندي تي اتش اي وبعدها كنسل ليتر، زي ما عندي في الحاله بتاع ذا، طبعا عندي مجرده ذا، عندي زيم تي اتش اي ام، عندي زير. طيب هنا لما قلت زير، قلت زير لان شنو الاي اي بتتقري ا، سوري بتتقري اي، اللي هو زير زير، الاي اي بتتقري ا، عشان كده قلت شنو، قلت زير. طيب عندي التي اتش اي بتتقري شنو، بتتقري ساء لما تجي شنو، لما يكون عندي تي اتش اي زائد كانسل ليتر زائد فاول ليتر، تي اتش اي كانسل ليتر زائد فاول ليتر بتتقري شنو، بتتقري ساء، زي ما عندي سيمز لاحظنا هنا تي اتش اي ام اللي هو كانسل ليتر زائد اي، عندي سيماتيك وسيبس، عندي زوز اللي هو ثوز ثوز بقول ثوز، تمام. طيب بالنسبه لي اللي هو اللي بتتقري برضه بتتقري ساء لما تجي شنو، لما تجي بعدها اي طوالي، لكن هنا شنو لو لاحظنا عندي تي اتش اي، تي اتش اي الاي هنا محذوفه، اللي هو زي ما عندي في سيك سينك وثيك ثور، كلها البرنامج بتاعها شنو ساء، لكن شنو بنحذف زي ما قلنا بنحذف شنو، بنحذف الاي منها. طيب تي اتش اي، تي اتش اي بتتقري شنو تاء، تي اتش اي بتتقري تاء، اذا الاتش سايلنت، زي ما عندي تايمز اللي هو عندي برضو تام، تمام، ما بقول تام بقول تام، عندي تان، الناس طبعا الناس تعود بك تقول دان دان، لكن هي اصلا تان، عندي تانكس، عندي تانكس، لو لاحظنا اللي هو الاجانب خاصة الامريكان طوال يقولوا تانكس تانكس. طيب عندي السي اتش يو، السي اتش يو بتتقري سا، زي ما عندي في سك وصمب، تي اتش يو بتتقري سا، زي ما عندي في سك وصمب. طيب نشوف الجي اي، الجي اي اللي هي بتتقري جا، زي ما عندي ايج باكج سورج تشارج و ارج، ارج يعني من ارجن اللي هي استعجال. طيب عندي الكي ان، الكي ان بتتقري نا، طبعا الضم والفتحه على حسب الفاول اللي بيجي بعدها، زي ما عندي نو، عندي نولج لاحظنا هنا ضمينا نو نولج، عندي ني اللي هو الركبه ني، هنا كسرناها كسر ثقيل لانه ضمن اي، عندي نيو نيو يركع، عندي نيت نيت هنا برضه كسرناها لو لاحظنا، هنا قلنا نايف، قلنا نايف لانه خضع للقاعده بتاعت الاي او الواي كنسل ليتر زائد اي. طيب عندي ناك، عندي ناك هنا مفتوحه لانه جاء بعدها الاي، عندي ناب برضه، وعندي نيف، قلنا نيف لانه خضع للقاعده بتاعت شنو؟ فاول ليتر كنسل ليتر فاول ليتر، أول اللي هو A كنسل ليتر زائد E، وقلنا شنو؟ الـ A بتكون A والـ E بتكون خفيفة، اللي قلنا name. طيب نشوف الـ EBT، الـ EBT اللي هي هنا بقرأ الـ E، لكن الـ B بتكون silent، بقرأ الـ E والـ T، اللي هو بتكون it، مثلا عندي did وعندي tiptoe، مثلا عندي dip did، ما بقول dipped أو did، بقول did dip tiptoe. يقول تيتور، تمام. طيب بالنسبة لي اللي هو الكلمات اللي بنلاقي نهاية مثلا ill زي مثلا زي ill و fall و ball و feel، تمام، يعني الكلمة بتكون شنو، بتكون قبل ال ill vowel letter، تمام، بتكون قبل ال ill vowel letter. بنلقى معظمها شنو، معظمها بتجي في double ill، زي ما عندي في شنو، في fall ball feel و ball، طبعا لو لاحظنا ball و ball اللي في نطق واحد، لكن بس الاختلاف في البرونسيشن، سأسأل الاختلاف في السبيلين والمينينج، وعندي فيل. إذا لو لقيت كلمة اللي هو النبرة بتاعتها أو النهاية بتاعتها دبل ال، تمام، وقبلها حسيت إنه في فاوليتا، دائما بحاول أميلها أو بخليها تميل للجانب بتاع شنو الدبل ال، اللي هو الفاوليتا زائد دبل ال، برضه عندنا فيل. كده نكون خلصنا من الجانب بتاع البرونسيشن، و في اللي هي الجزئية دي بنكون غطينا ما يغارب اللي هو 70 أو 80%، الباقي اللي هو ممكن تلقطه من خلال الممارسة بتاعتك والقراءة بتاعتك. طيب المحاضرة الجاية حتكون حاجة تانية مختلفة شديد، اللي هو حندخل وين؟ في الميكنج سنترز، كيف نصنع الجمل ونتكلم بصورة عامة.